أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أهم ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والأجنبية، ونبدأ مع أهم العناوين. يطالع في موقع الهيانات إصابة نائب رئيس محكمة استئناف ديالى في انفجار عبوة ناسفة شرقية معقوبة. ونشر في المدى، شرطة ذي قار تحذر من تأثير السلوكيات العشائرية على السلم المجتمعي. ونطالع في موقع كتابات، كارثة بيئية وصحية تهدد حياة مليون موصلي. ونطالع في الجزيرة نت، واشنطن تعلن انتهاء الضربات في سوريا. أما في العربي الجديد نقرأ تحت عنوان غارات جوية تستهدف مواقع النظام في دمشق وحمص. وفي القدس العربي، موسكو أكثر من 100 صاروخ أطلقت على سوريا وتم اعتراض عدد كبير منه. الحياة، عملية عسكرية أمريكية بريطانية فرنسية في سوريا. أهلا بكم. ليس هناك موضوع يثير الشكوك والتوجسات إلى أبعد حد كما هو الحال مع موضوع العلاقات غير الطبيعية للحكومات العراقية التي يقودها رؤساء وزراء من حزب الدعوة التي يكاد المرء أن يسميها الإيراني بدل الإسلامي، فقد ساعد هذا الحزب أكثر من أي طرف آخر على ترسيخ وتوسيع النفوذ الإيراني في العراق إلى الحد الذي يمكننا القول فيه بأنه صار ينافس حتى تلك الأحزاب والجماعات التي أسسها نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إيران أو في العراق على الولاء الأكبر ظهران، بحسب الكاتب محمد المياحي في موقع كتابه. في ضوء تهافت هذه الحكومات المتعاقبة على خضوعها وتبعيتها للنظام الإيراني وتماديها في ذلك، بحيث يحضر قائد قوات التعبئة الإيراني والسفير الإيراني في بغداد لاجتماع قائمة الفتح الانتخابية، فإن من حق بلدان المنطقة والعالم على إبداء تساؤلات وشكوك بخصوص هذا الموضوع. ولكن عندما يؤكد حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي بهذا الصدد وخلال اتصال هاتفي له مع الرئيس الأمريكي ترامب من أن رؤية العراق للتعاون والتنسيق الإقليمي ورغبته بعلاقات متوازنة مع جميع جيرانه بما يعزز الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم، فإن كلامه هذا ضحك على ذقنه وذقن حزب الدعوة فقط، ولا يصدقه أحد ولا سيما شخص مثل ترامب الذي سبق له وأن أطلق تعليقا لاذعا على وفد عراقي زاره في واشنطن بشأن فسادهم. نظام إيران وبعد أن قام بتأسيس أحزاب وجماعات وميليشيات عميلة لها في بلدان المنطقة الخاضعة لنفوذه لكي تدير الأمور والأوضاع في هذه البلدان بالوكالة نيابة عن تكون كأذرعه تماما فيما فيها، سبق وأن تم التحذير من هذه الأذرع والخطورة التي تشكلها على هذه البلدان وبشكل خاص. وإن مراجعة مواقف المقاومة الإيرانية لو تم مراجعتها منذ الاحتلال الأمريكي للعراق وحتى يومنا هذا يؤكد ذلك، ولا سيما عندما أكدت بأنه ومن دون قطع هذه الأذرع لن تنعم شعوب بلدان المنطقة بالأمن والاستقرار الحقيقي بحسب الكاتب. البعض أو ربما الأكثر ممن تقدم الترشيح إلى مجلس النواب لا يملكون المؤهلات والمواصفات التي تؤهلهم إن تصدوا للمسؤولية الأمانة أمام الله والتاريخ والشعب والضمير ليكونوا نوابا في البرلمان وممثلين عن الشعب. لماذا الكاتب رسول موهي يجيب على هذا السؤال ولماذا في مقال بصحيفة الزمان العراقية ويقول هم ليسوا ممن خبرتهم السياسية أو ممن كان لهم الباع الطويل في
في التاريخ السياسي في الداخل والخارج أو أدرجوا في مناصبها من خلال العمل أو التنظيم، بل إن قسم منهم ولمعرفة خاصة بهم ممن يعملون في تجارة المواشي أو تبديل دهون العجلات أو تصليحها، وممن يعملون الأعمال البسيطة والمتواضعة ليس استخفافا بالعمل ولكن يفترض التأكيد على مقومات المسؤولية المعنية. هم ليسوا من رجال الأعمال والاقتصاد وأصحاب الشركات والعلاقات التجارية والمؤسساتية ذات الصلة مع نظيرتها في مختلف الدول، ولا هم ممن لهم دور في تبني شركاتهم لأعمال هنا وهناك في بلدان العالم تشهد لهم بأنهم شقوا طريقهم بإرادة عصامية حتى يمكن لهذا الشعب المسكين أن يطمئن إليهم فيما تصدوا له. هم ليسوا من رجالات الدولة سواء على المستوى المدني أو العسكري الذين ثبت دورهم في الميادين بأنهم قديرون وكفؤون ومخلصون في الإطار المدني، وأبطالاً قد حنكتهم سياسة المناورات والحروب واستبسلوا في الدفاع عن الوطن والشعب في الإطار العسكري، فنالوا أوسمة الفخر والمجد واستحقوا ثقة الشعب وثنائه قبل أن يتصدوا لمسؤولية تمثيله. ورب قائل يقول إن هناك الكثير ممن يحملون هذه المواصفات على مر الدورات البرلمانية المتعاقبة لكنهم فشلوا في مسؤولياتهم تجاه الدولة والشعب. إن هذا لا يبرر أن نضع ثقتنا بالجهلة أو عدم الكفاءة والمقدرة وممن ليس لهم أي تاريخ يدل على نشاطهم في أي صعيد أو مستوى أو يدل على تخصصهم في عنوان ما أو يدل على ثقافتهم فيما يختارون من برامج أعمال وخطط بخصوص الدولة والمجتمع. إن الفشل الذي لاحق بعض هؤلاء الذين يحملون المواصفات المعنية ليس لأنهم فاشلون، بل لأن النظام البرلماني الحالي والقائم على المحاصصة الطائفية والإثنية هو الذي أفشلهم ولم يتمكنوا من خلاله إظهار مؤهلاتهم ومخططاتهم. ونؤكد هنا على البعض وليس الكل، ويتحتم علينا بسبب ذلك المطالبة الشديدة والأكيدة بالنظام الرئاسي بدلا من النظام البرلماني لإدارة الدولة بحسب الكاتب. في الانتخابات العراقية المرتقبة بنسختها الرابعة منذ عام 2003 والثانية منذ انسحاب قوات الاحتلال الأمريكية منه عام 2011، تعكف كتل التحالف الوطني الحاكم في العراق على طرح أسماء عديدة لمنصب رئيس الوزراء المقبل وفقا للنظام الداخلي في التحالف الذي تأسس قبل نحو 10 سنوات، لأنه يبرز اسم هادي العامري كمرشح لشغل منصب رئيس الوزراء رغم تورطه في انتهاكات كبيرة بحسب تقرير لصحيفة العرب الجديد. تحالف الفتح التابع لميليشيا الحشد الشعبي والذي يشارك في الانتخابات العراقية العامة وسط عاصفة من الجدل المحلي والدولي حيال ذلك يتخطى التوقعات اليوم بتقديم زعيمه هادي العامري داخل دوائر ضيقة في التحالف الوطني الحاكم كمرشح لرئاسة الوزراء. ورغم وجود تحفظ كبير من قبل أطراف عدة داخل التحالف الوطني فضلا عن أطراف خارجه كالأكراد والعرب السنة بسبب تاريخ الرجل الحافل واتهامه بجرائم قتل وتعذيب بحق عراقيين خلال تزعمه الميداني لميليشيا بدر، فضلا عن اعترافات سابقة له بدعم الجيش الإيراني خلال حربه ضد العراقيين في ثمانينيات القرن الماضي، إلا أن التحالف الفتح ما زال متمسكا بهذا الترشيح وفقا لمصادر مقربة من التحالف الوطني الحاكم. وفي آخر تصريحاته أكد العامري أن منصب رئاسة الوزراء لن يخرج من يد التحالفات الشيعية. مصادر داخل في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي أكدت للعربي الجديد أن الأخير يتنافس مع العامري على كسب تأييد إيران وانتزاع بطاقة مرشحها الوحيد للمنصب مثل الانتخابات السابقة. حظوظ العامري أو المالكي في الوصول إلى المنصب
تعترض برفض أمريكي غربي وكذلك محيط عربي واسع عدا عن التحفظ الداخلي للعرب السنة والأكراد، وهو ما يجعل من أمر وصولهما للمنصب صعبا للغاية، لكن ليس مستحيلا مع النفوذ الإيراني القوي في العراق الذي اتخذ خلال سنوات الحرب مع داعش شكلا من أشكال الانتداب. إن المقاربة الدبلوماسية التي تدور حول مبدأي تحدث إلى أعدائك ليس جديد على التاريخ السياسي الحديث للولايات المتحدة، وعليه فإن قبول الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب دعوة رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون لملاقاته لا تعد سابقة بحد ذاتها، فقد اتبع هذه المقاربة الرئيس نيكسون بزيارته الصين ومقابلة زعيمها ماو، وترتب على اعترافه الرسمي بالأحرى اعتراف رسمي بها منحها المقعد الدائم في مجلس الأمن الدولي بعد أن كانت تايوان هي التي تشغله لأكثر من عقدين بحسب الكاتب نبيل عودة في موقع الجزيرة نت. إن العالم اليوم يترقب لقاء آخر لرئيس أمريكي مع زعيم شيوعي ثالث هو كيم جونغ أون، ومع أنه ما زالت هناك شكوك في انعقاد هذا اللقاء فضلا عن النتائج المترتبة عليه، فإن جميع القوى الدولية قد رحبت به واعتبرته خطوة إيجابية في الطريق الصحيح لتعزيز السلم الدولي. وتكمن الشكوك في نتائج هذا اللقاء من ناحيتين، الأولى تتعلق بشخصية الرئيس ترامب نفسه، والثانية تتعلق بسياسة الولايات المتحدة الأمريكية في ظل إدارة ترامب. يفتقر ترامب إلى الخبرة والحنكة السياسيتين اللتين كانا يتمتع بهما كل من الرئيسين نيكسون وأوباما اللذين جاءا من خلفية قانونية وسياسية. أما الرئيس أوباما فإن التاريخ سيذكر له أنه لم يهزم في انتخابات قط، حتى عندما كان طالبا في كلية الحقوق في جامعة هارفارد حيث كان أول رئيس لاتحاد طلبتها من أصل إفريقي، ثم صار بعد ذلك أول أمريكي إفريقي يشغل منصب رئيس البلاد. جاء الرئيس دونالد ترامب من خلفية بعيدة عن السياسة بشكل كامل، فقد عاش طوال حياته في بيئة رجال المال والأعمال، كما أنه لم يشغل منصبا عموميا في حياته. ويبقى باب التخوفات من تردي الأوضاع في ذلك الأقليم الآسيوي مفتوحا على مصراعيه، فلا أحد يدري أي رسالة سيحملها معه الرئيس ترامب إلى نظيره الكوري الشمالي والعالم من بعدها، فهل يؤسس لقاء الرجلين لوفاق دولي جديد أم لحرب باردة أخرى؟ الضربات الكيميائية وتحشيد العقاب الدولي ضدها والتنديد بها يبدو للكثيرين وتحديدا للمكلومين من ملايين الشعب السوري أقرب إلى مزاج مجتمع أرستقراطي يتعامل بالانتقاء مع ما يعرض عليه من المآسي في صدفة حماسة مؤقتة توعد فيها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما برد مؤثر، ثم اكتشف تورطه في لحظة انفعالية أملتها مكانته كرئيس الدولة عظمى بحسب الكاتب حامد الجيلاني في صحيفة العرب اللندنية. ارتكبت أنظمة الأسد وخامنئي وبوتين الفظاعات بمختلف الأسلحة ومنها المحرمة دوليا، إلا أن الهجمات بالغازات الكيميائية تثير مخاوف ورعب المجتمع الدولي لأنها خضعت لتجارب حروب مريرة انتهت منذ عقود بنص قانون يحرم انتشار واستخدام أسلحة الدمار الشامل باتفاق الأعضاء الدائميين في مجلس الأمن بعد الحرب العالمية الثانية، والتوقيع على معاهدة حظر انضمت إليها معظم دول العالم. في زمن الحروب القاسية والملتبسة كالحرب السورية يلجأ الأبرياء إلى التضحية بأنفسهم وأسرهم بتطبيق شعار المغامرة بالحياة من أجل الخلاص. بحر إيجا شاهد على الهروب الرهيب من فضائل إفلات النظام في سوريا بمساعدة حلفائه الإيرانيين والروس
ومعهم إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما من العقاب بتجاوزه خطا واحدا فقط من بين خطوط الأسلحة التي تنزل أكبر الخسائر بالمواطنين والمدن. بعض الغازات السامة في تشكيلة السلاح الكيميائي مزدوجة الاستخدام كمادة الكلور التي تدخل في الصناعات الكيميائية لكنها تشترك بانتقال مخاطرها كمبيدات بواسطة الهواء. لذلك فإن استخدام السلاح الكيميائي إهانة للحياة الإنسانية، وبالذات عندما يستخدم بالأحراض ضد المدنيين باعتباره رسالة احتقار تساوي بين مجموعة البشرية والحشرات. لابد لهذا الفيلم الكئيب من نهاية. وعيد افتتاح الضوء والأمل في صالة أرض عريقة كانت يعني مفتاحا للحضارة الإنسانية ولها تاريخ عريق، إذ لا يمكن لمدن مرموقة مثل لندن وباريس وواشنطن وموسكو وبكين وبرلين حتى وطوكيو أن تتخلى عن دمشق وحلب وحمص وحما لتقايضها بنظام حاكم متوحش أزق بلاد الشام إلى غنائم حرب وحولها إلى فريسة على مائدة البيئة. نجحت إيران نسبيا في لبنان عبر تأسيس ميليشيا حزب الله، واعتقدوا أن بإمكانهم فعل ذلك في أي مكان آخر، غير أن حزب الله حالة فريدة ومختلفة بسبب طبيعة لبنان ذاتها وتعدد الطوائف والانقسامات، إضافة إلى الحالة الاقتصادية المريضة على الدوام. ساعد نجاح حزب الله في لبنان أيضا ووجود الحروب المتكررة مع إسرائيل، وبحسب الكاتب فهد الدغيفر في صحيفة الحياة فقد تستمر إيران قليلا في ثرة النعرات ودعم من ينوب عنها هنا أو هناك، لكن هذا النموذج لم يعد مثيرا. نقول ذلك بسبب ضعف وتردد الحال داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقرب انفجار الملايين هناك ضد هذه السياسة غير المسبوقة في أي دولة منذ تأسيس منظومة الأمم المتحدة. من هنا نسأل، هل ستجد إيران في العراق أو سوريا أو في اليمن وقطر والبحرين حزباً يملك صفات وهوية وعقيدة حزب الله في لبنان؟ بمعنى آخر، هل يمكن تطبيق نموذج حزب الله في أي بلد عربي آخر؟ هنا تتضح سياسة حكومة طهران وطموحاتها المتهورة وابتعادها بسنوات ضوئية من فهم الواقع السياسي والجغرافي. نحن نرى ما يحدث لموكلهم في اليمن، ونتذكر ما حدث في البحرين، بل وحتى العراق ذو الأغلبية الشيعية بدأ يتململ من إيران ويتمنى العودة إلى أحضان العرب. ثم حتى لو افترضنا عدم تدخل إسرائيل في تواجد إيران داخل سوريا، هل سيقبل الشعب السوري العريق بالهيمنة الفارسية الدائمة بعد الوصول لحلول تنهي الحرب الأهلية القائمة؟ رهان إيران التي يغلب على سلوكها لون ونكهة التمدد الفارسي وليس الشيعي على بعض المرتزقة العرب هنا أو هناك هو رهان خاسر طال الزمن أم قصر؟ المثير للدهشة أن من بين كتاب الرأي والمحللين العرب من يعتقد بأن إيران تنتصر فعلا، وأنه لابد من التعامل معها بما يشبه التحالف والتعاون من دون أن يتغير سلوكها بدلا من مواجهتها. الحرب بالوكالة مصيرها الفشل، ولا يمكن أن نتناسى ما حاولت الولايات المتحدة بقوتها وتفوقها أن تحققه في فيتنام عندما دعمت حكومة فيتنام الجنوبية. صحيح أنها اضطرت فيما بعد إلى خوض الحرب الفيتنامية بجيشها، لكنها في النهاية فشلت.
بعيدا عن السياسة، تحلم الطفلة آية التي تبلغ من العمر 12 عاما من قرية شيزخ في ريف حما بالذهاب إلى المدرسة واللعب مع إخوتها الثلاثة وأقرانها من أبناء الجيران أمام المنزل وفي كل الفضاءات، وتغمض عينيها وهي تتمنى اليوم الذي تقهر فيه مرض الثلاسيميا الذي يحول دون تحقيق هذه الأمنيات الصغيرة. تجلس آية على كرسي متحرك تحرك يديها النحيفتين، وآثار المرض بادية عليها، تارة تخط في ورقة بيضاء أحلامها وتارة أخرى تلعب بالهاتف النقال، وعيناها تتعقبان شقيقتها الكبرى وهي تتحرك بكل عفوية في كل أرجاء البيت وتلعب مع أخويها. تعبر آية عن حزنها الشديد لحالتها وتقول للعرب الجديد: أريد أن أذهب للمدرسة كي أصبح طبيبة في المستقبل، وأن أتحرك دون الكرسي لألعب في الشارع مع أولاد الجيران. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير. إلى اللقاء.